رصت قوافي الشعر ترثو من مضوا في كربلاء الكرب والأحزان، تحكي شهادة آل بيت المصطفى بقصيدة خطت بأحمر قاني. خرج الحسين وأهله كي يطلبوا الإصلاح، لا للظلم والعدوان، لكنهم ذاقوا المرارة والأسى ودماؤهم سالت من الأبدان. كيف الجناة تجرأ أن يقتلوا من جده طه عظيم الشان، وهو الذي كان الحبيب يحبه ويقول فليهواه من يهواني. لثم النبي شفاهه حبا وهم قاموا بنكت الثغر بالقضبان. حرموه ماء والرسول بكفه أروى الجيوش وغلة الظمآن. بشراه من خير الورى زفت له، بشراه من خير الورى زفت له، هو سيد في جنة الرحمن. ماذا يقول القاتلون إذا أتى يوم الوعيد لجده العدنان؟ لو أن هادينا رآه ضحية لسيوف غرق الحقد والشنآن، ورأى الخيول تدوسه في صدره، ما كان يفعل أشجع الشجعان؟ ما كان يفعل والحسين حفيده لاقى الأذى من أمة الإيمان؟ ما كان يشعر إن رآه ودمعه يجري كسيل نبعه العينان؟ يا ذل قوم نكلوا بحفيد من صلى عليه الله في القرآن. يا ويلهم إن جاء يوم حسابهم يجزون بالتعذيب في النيران. فعليهم اللعنات من رب الورى ما وسوس الشيطان للإنسان. وعلى الحسين سلام بارئ كوننا، وعلى الحسين سلام بارئ كوننا، ما كيلت اللعنات للشيطان.